احنا مجموعه من الشباب صارت العمليه وانشاء الصندوق كفكره من كنا في الدعم اللوجستي للقوات الامنيه والحشد الشعبي. من بعدها انتهت العمليات وكلت بالنصر على داعش. من بعدها توجهنا الى عوائل الشهداء. كان المشروع يعني نقول هو سميناه احنا بوقتها رد جميل او صندوق اسكان عوائل شهداء الحشد الشعبي. فمشينا بهالمشروع هو ان نكون الرد الجميل لعوائل الشهداء من خلال عوائلهم وما يعني شلون نقول سكن لائق، لان هو دافع عن وطن فلا بد ان نوفر الوطن، الوطن هو البيت. فالحمد لله والشكر التفاعل او الصعوبات ما اعتقد كانت صعوبات، لان كل شيء نقول ما كان لله ينمو. الله سبحانه وتعالى والناس والاخيار والاخوه يعني جميعا، يعني كل من يذكر عوائل الشهداء يكون يعني سند. اكيد ما كان احد يتوقف، صارت اكو بعض الصعوبات البدائيه، لان كل مشروع بدايته تكون صعبه. انا مثل المشروع مالتنا مثل البذره تذبها تشمرها بنص المي، تصير على شكل حلقه، تبدي صغيره وتكبر تكبر تكبر الى ان تكون وصلنا بهاي الصوره. الحمد لله والشكر.